زي الفل. نرجع بقى لموضوعنا وهو الجوجل دوكس. انا كتبت docs.google.com، فاديني الحته الصفحه دي كده اللي هي شبه تقريبا التمبليت بتاع الوورد اول لما يبتدي، مديني صفحه ابتدي اشتغل منها او مديني تمبليتس جاهزه لو انا عايز اعمل ريزومي ولا عايز اعمل بروجكت بروبوزل وهكذا، او عايز اعمل ليتر اقدر اختار تمبليت جاهز من دول ويا دوبك ايه افتح يديني نفس الشكل ده واشتغل على المعلومات. ولكن احنا هنشتغل من البلانك، ماشي؟ ان احنا نبتدي على صفحه فاضيه، نبتدي على صفحه بيضاء زي ما بيقولوا. قبل ما نخش في الصفحه البيضاء، بصوا معايا على الثلاث شرط اللي فوق بعض اللي هم المنيو اللي موجودين هنا. دول بيسموهم الهامبرجر منيو، تمام؟ عشان عاملين زي سندوتش الهامبرجر كده، تمام؟ فهندوس على الهامبرجر منيو، هلاقيه جايب لي ايه؟ دوكس وشيتس وسلايدز وفور. اول ثلاثه دول اللي هو بالبلدي كده مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت باوربوينت. يبقى الثلاثه دول مناظرين للثلاثه بتوع المايكروسوفت اللي احنا بنستخدمهم عندنا على الجهاز. ولو حتى خدتوا بالكم هتلاقوا تقريبا نفس الالوان، الوورد بيبقى لونه ازرق فالدوكس هنا لونها ازرق، الاكسل بيبقى لونه اخضر فالشيتس لونها اخضر، السلايدز برضو لونها برتقاني شبه الباوربوينت. anyway، لو انا عايز افتح الوورد هفتحه من هنا، عايز افتح الاكسل من هنا، عايز افتح السلايدز من هنا. مش هنتكلم دلوقتي على الفورمز، احنا معظم كلامنا هيبقى على الثلاثه دول، او بمعنى صح هيبقى على الاولانيه وبعدين هنقول بالمثل بعض الحاجات في الاثنين التانيين، وده لان احنا مش هنتكلم على الاوبشنز العاديه، احنا هنتكلم على مجموعه من الاوبشنز اللي ممكن يبقى بتدينا شويه سهوله في الحاجات يعني. تعالوا بقى خلينا على الدوكس وخلينا نفتح صفحه جديده كده مع بعض. واول لما فتحت الصفحه الجديده عايز اسال حضراتكم على سؤال، يا ريت تقولوا لي في الشات، هل المنيو اللي قدامنا دي بنسبه مثلا من 80 ل 95% شبه المنيو اللي موجوده في الوورد ولا لا؟ مش شرط تبقى 100% اكزاكت يعني، لان هو مش كوبي بيست، ولكن هل الموضوع تقريبا معظم الاوبشنز اللي هنا ممكن تبقوا عارفينها؟ هي موجودة يا دكتور، بس هي عشان الاوبشن القديم شوية، بس هي كل الاوبشن تقريبا موجودة. يعني احنا بنتكلم تقريبا انه 90% من البرنامج ده اللي هو جوجل دوكس قريب جدا من المايكروسوفت وورد. وطبعا الناس اللي عملت الحاجات دي هي عملتها كلها في ستاندرد قريب من بعضها علشان يسهلوا على اليوزر النقله، هي دي اهم حاجه بالنسبه لهم. لو انا متعود ان انا بستخدم مايكروسوفت اوفيس ودلوقتي اتفتح قدامي جوجل دوكس، فانا لو البرنامج نفسه شكله مختلف او شكله جديد انا ممكن ما استخدموش، احاول فيه مره مرتين لقيت الدنيا تايهه مني هسيبه وارجع للي انا كنت بعمله زمان، ماشي؟ وبالتالي هم ما استفادوش وانا ما استفدتش. علشان كده هم عملوا مجموعه كبيره من الاوبشنز شبه الاوبشن بتاعه المايكروسوفت اوفيس. نيجي بقى لمجموعة الاوبشنز اللي احنا عايزين نتكلم عليها. انا بس علشان نبتدي كده اكتب انه زي تايتل كده using technology in education، عايز اعلم على دي وهي مش normal text، انا هخليها تايتل وانا عايزها بولد وعايزها في النص وعايز لونها احمر، ماشي الحال؟ وعايز اغير الفونت من اريال هسميه كوميك سانسر، ادي التايتل بتاعي، ماشي؟ انا بس بوريكم شكل اوبشن من الاوبشنات العاديه بس عشان نبتدي الكونفرسيشن. تعالوا نتخيل مع بعض السيناريو اللي انا هقوله دلوقتي. وليكن مثلا انا والدكتور ابراهيم بنعمل بيبر مع بعض، ماشي؟ والبيبر دي هيبقى فيها شويه صور، فدكتور ابراهيم كتب الاول وبعدين، او بلاش انا اللي كتبت الاول، كتبت الاول وبعدين في صوره عايز احطها لدكتور ابراهيم في الملف، والصوره دي انا بجيبها من على النت. فالطبيعي كنت بعمل ايه؟ اخش ادور على النت الاقي الصوره اللي انا عايزها، اعملها داونلود احطها جوه الملف، اسيف الملف وارجع ارفع الملف تاني بالكامل بالصوره لدكتور ابراهيم، مظبوط كده؟ علشان هو ياخده يكمل عليه، ده الوضع الطبيعي.
لو لاحظتوا هتلاقوا ان انا عملت داونلود للصوره ورجعت عملت ابلود للصوره مره تانية. يعني طبعا مع النت السريع جدا بتاعنا في مصر، السرعه الخرافيه، الموضوع ده بيبقى صعب جدا. فعلشان كده في اوبشن مهم جدا جدا في الجوجل دوكس ممكن نستخدمه، وهو عمليه انسرت. هروح على المنيو بتاعت الانسرت ايمج، بس المره دي انا مش هعمل داونلود للصوره، انا هقول له سيرش ذا ويب. وانا بعمل سيرش ذا ويب، طبعا احنا في جوجل دوكس، اكيد لما هدور على صوره معينه جوجل دوكس هيخليني ادور فين؟ اكيد في جوجل ايه؟ جوجل ايمجز. فهاجي هنا كده مثلا واقول له using technology in education for children. طلع لي شويه صور، عجبتني صوره الولد ده، دوست عليها. لما دوست عليها عمل لي علامه صح، وطلع لي منيو تحت كده اسمها انسان، فرحت دايس على انسرت. كده الصورة بداخل الملف. وقفت على الصورة، علمت عليها بالماوس، دوست عليها كليك بالماوس، أما علم لي على البوينتس بتاعت الصور. والله أنا عايز أصغر الصورة، عايز أحطها في النص، عايز ألفها شوية، أعمل فيها اللي أنا عايزه زي بالظبط ما كنت بعمل في الوورد. وبكده اللي حصل ان انا خلصت نص السيناريو اللي بيني وبين الدكتور ابراهيم. يعني ايه نص السيناريو يا جون؟ يعني المفروض ان انا في الوضع الطبيعي كنت هاخد الصوره دي انزلها من على النت احطها في الملف، وبعدين ارجع ارفع الملف تاني للدكتور ابراهيم، مش كده؟ وبالتالي داونلود وابلود للصوره والملف. ولكن احنا النهارده انا شغال اونلاين، والصوره جت من النت اتحطت في النت، فلا رفعت ولا نزلت ولا عملت حاجه، كليكايه في ثانيه. ماشي كده؟ مفهوم الاوبشن ده لحد دلوقتي؟ مفهوم يا دكتور. تمام جدا. الجزء الثاني ان انا عايز ارفع الملف ده او ابعته شير لدكتور ابراهيم. ماشي الحل؟ فالاول قبل ما ارفعه شير انا عايز اعمل له سيف، علشان انا ما سيفتوش، انا دخلت فتحت ملف جديد ولسه ما سيفتوش. والدليل على كده ان هو اسمه هنا Untitled Document اهو، لسه ما تسيفش. فانا هشيل Untitled Document دي واسميها Using Technology in Education 102 مثلا، وادوس انتر. كده انا عملت سيف للجوجل دوك كده. تمام. قبل ما نكمل السيناريو بتاع الدكتور ابراهيم، حد يعرف الملف ده اتعمل له سيف فين؟ الله ينور على حضرتك يا دكتور، شكرا دكتور ابراهيم. يبقى اي ملف انا بستخدمه في الجوجل دوكس هو وسيفته، هو بيتسيف اوتوماتيك على الجوجل درايف. تمام كده. وبالتالي بقيت انا في انتجريشن او في تكامل بين الجوجل درايف والجوجل دوكس. بمعنى ايه؟ والله فتحت ملف في الجوجل دوكس وسيفته، هيتسيف في الجوجل درايف. جبت ملف كنت عامله قبل كده من مايكروسوفت وورد وحطيته على الجوجل درايف ودوست عليه دبل كليك، هيفتح لي في الجوجل دوكس. يبقى انا ممكن من مايكروسوفت اروح للدوكس، وممكن من الدوكس ابقى اروح للمايكروسوفت، بس دي لسه هنتكلم عليها في الاخر. تمام كده. يبقى انا دلوقتي اي حاجه عملتها في الجوجل دوكس اتسيفت في الدرايف. تعالوا نرجع للسيناريو بتاعي انا والدكتور ابراهيم، انا عايز ارفع له دلوقتي البرزنتيشن، او عايز ارفع له دلوقتي الملف. فهلاقي بدل ما اعمل ابلود واقعد اتعب نفسي، تخيلوا بقى الملف بتاعي ده فيه 27 صوره، يحيينا ويحييكم ربنا، في الانترنت. ولكن في الوضع الحالي القصة مش هتاخد مني ثانية واحدة. ازاي؟ في عندي زرار فوق على اليمين كده اسمه شير. انا هدوس كليك على الزرار بتاع الشير، هيفتح لي شوية اوبشنز. ماشي الحل. انا في الاوبشنز دي هقوم رايح هنا واقوم كاتب مثلا ايميل الدكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم at mans.edu.eg. طبعا فيك ايميل يعني، لكن كتبت الايميل بتاع الدكتور ابراهيم خلاص، وهدوس دون. مجرد ما ادوس دون الوورد دوكيمنت بتاعي ده هيروح لدكتور ابراهيم. دكتور محمد محسن هرد على حضرتك دلوقتي. مجرد ما ادوس دون الملف بتاعي ده هيروح لدكتور ابراهيم. لا اضطريت اعمل داونلود لصوره، ولا اضطريت اعمل ابلود لصوره،
انا الملف بتاعي انا شغال فيه اونلاين وراح للدكتور ابراهيم بكليكايه. ماشي، طبعا لو مش الدكتور ابراهيم بس، انا عايز اشيره للدكتور ابراهيم والدكتور محمد محسن، فهقوم عامل فاصله ماشي الحال، واقوم كاتب دكتور محمد محسن مثلا at mans.edu.eg ماشي الحل. ولو هكتب حد كمان واعمل فاصلة كمان واقعد اكتب الاسماء بقى زي ما انا عايز، اي عدد من الاسماء انا عايز اكتبها واعمل لها شير. بس انا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من اوبشن مهم جدا جدا جدا. بمجرد ما انا عملت الفاصلة بتاعت الدكتور ابراهيم، حد شايف الاوبشن؟ مكتوب نوتيفاي بيبل مثلا، قصدي حاجة على ده، ولا قصدي حاجة على ان هو كمل الايميل وحطه لوحده؟ لا لا لا، هو طبعا اللي حضرتك بتقوله دي اوبشنز، لكن في اوبشن معين كده ظاهر قدامي دلوقتي و اديتور اديتور. الله ينور على حضرتك يا دكتور اديتور. الله ينور على حضرتك يا دكتور شريف كمان. تمام جدا، الاوبشن بتاع الاديتور. تعالوا نكمل السيناريو اللي بيني وبين الدكتور ابراهيم. تمام، هنفترض جدلا كده انه انا ودكتور ابراهيم ودكتور محمد محسن احنا الثلاثه، استنى اللي فتح المايك يقفله علشان عامل نويز. تعالوا نتخيل انا دكتور ابراهيم دكتور محمد محسن احنا الثلاثه بنكتب البيبر مع بعض، ولكن هنفترض جدلا ان الدكتور شريف السيد هو المشرف بتاعنا. ماشي كده، يبقى انا ودكتور ابراهيم ودكتور محمد محسن احنا الثلاثه بنكتب مع بعض، الدكتور شريف هو المشرف بتاعنا، والدكتوره هاله هي اللي هتبص نظره عامه على الايه، على البيبر بتاعتنا. خلاص، فانا عايز انا ودكتور محمد محسن ودكتور ابراهيم يبقى لينا حق على الملف ان احنا نمسح ونضيف ونعمل فيه كل حاجه. فعلشان كده هاجي على دكتور ابراهيم ودكتور محمد محسن وهديهم الاكسس رايت بتاع الاديتور. وبعدين بعد ما اديهم الاكسس رايت بتاع الاديتور وادوس سند، هاجي افتح عمليه الشير دي مره تانيه علشان اعمل شير مع الدكتور شريف. بس المره دي انا وانا بشير مع الدكتور شريف، شايفين حضراتكم باقي الاوبشنز؟ في عندي اديتور، في كومنتر، في فيور. يبقى دكتور ابراهيم ودكتور محمد محسن وانا احنا الثلاثه هنبقى اديتور. ليه؟ لانه احنا الثلاثه عايزين نغير في الملف، بس انا عايز الدكتور شريف يديني كومنتاته على الملف بس، ما يلعبش في الملف ويمسح ويعمل، علشان ايه؟ ما يبوظ لناش الاستراكشر. هو قال مشرف وعلى دماغنا وكل حاجه، بس هو يدينا الكومنتات اللي هو عايزها واحنا اللي نعملها. فهقوم حاطط هنا كومنتر، وطبعا ساعتها انا هبقى اوريدي بعت الانفيتيشن او بعت الشير لدكتور ابراهيم ودكتور محمد محسن على انهم اديتور، واجي هنا احط الدكتور شريف على انه هو على انه هو المشرف، واديله الاكسس رايت بتاع الكومنت، وادوس سند، واروح افتح الشير مره ثالثه. تمام، وفي المرة الثالثة دي انا قلنا ان الدكتورة هالة هي اللي هتبقى بتبص لنا على البرزنتيشن او على الملف بتاعنا، وتقول لنا اذا كان الملف ده شكله حلو ولا لا، مجرد بس ايه نظرة عامة كده، مش هتحط لنا كومنتات ولا حاجة، هتقراه وتكلمني في التليفون تقول لي يا جون الملف كده تمام زي الفل. فانا هديها الاكسس رايت بتاع الفيور. او هفترض جدلا ان انا الملف بتاعي ده عايز ابعته للطلبه بتوعي، فانا الطلبه هيفتحوا ملف الوورد، ممكن اي حد يمسح اي حاجه، لا انا اعمل لهم شير لملف الوورد بس اخليهم فيور، يقوم ما حدش يقدر يمسح اي حاجه، هو مجرد ياخد الشير وبس. وصل الفكره يا دكاترتنا؟ وبكده بقى انا بعت لهم الانفيتيشن على الايميل على طول. طيب هقف دقيقه بس نجاوب على الأسئلة اللي موجودة. دكتور محمد محسن، حضرتك بتقول لو أنا مش عامل ساين إن، تقصد حضرتك الملف هيتسيب فين لو حضرتك مش عامل ساين إن؟ لازم حضرتك تعمل ساين إن، لأن هو مش هيسيب إلا لما تعمل ساين إن.
يبقى يكون عامل سين من جوجل درايف من اول. بالظبط. يعني حتى اصلا حضرتك لما تيجي تعمل دوكس دوت جوجل دوت كوم وتدخل، لو حضرتك مش عامل ساين ان هيطلب منك ساين ان من الاول. فمجرد ما حضرتك دخلت على دوكس دوت جوجل دوت كوم وعملت الساين ان بتاعك، هو اوريدي فتح الدوكس وفتح الدرايف وفتح الميل وفتح السكولر، يعني حضرتك فاهم قصدي، كل السيرفيسز بتاعتك اتفتحت بمجرد ان حضرتك دخلتها في حاجه واحده. تمام كده، حلو جدا. نيجي بقى للفيتشر اللي بعد كده، اللي هي فيتشر مهمة جدا. احنا لسه في الحتة بتاعت الشير، بس انا المرة دي في الشير انا مش هعمل اديتور وكومنتر وخلافه، انا هاجي على الحتة اللي هي بتاعت جيت لينك، وهدوس تشينج تو اني ون وذ ذا لينك، ماشي الحل، وهغير دي واخليها اديتور، يبقى اي حد معاه اللينك يقدر يعمل اديت، وهاجي ادوس على الزرار اللي فوق هنا ده واقول له كوبي لينك، فهو قال لي لينك كوبي، يبقى هو نسخ اللينك عنده. هاخد اللينك دي واحطها لحضراتكم في الشات، يا ريت حضراتكم ادخلوا على اللينك اللي انا بعتها لكم في الشات. أنا منتظر الناس دخلت. هو ما فيش حاجة وصلت على الشات. ما فيش حاجة وصلت. وصلت لدكتور أحمد شوقي، بس أنا آسف أنا كنت الاسم عنده إعارة. everyone كده المفروض توصل. تمام وصلت كده. حلو. أنا أستأذن حضراتكم دكتور شريف ودكتور جهاد أو دكتور جهاد، أستأذنكم ما تدخلوش دلوقتي، يعني انا شايف في بتاع 5 6 دخلوا، لو في حد لسه ما دخلش استاذنكم ما يدخلش ويقول لي ان هو ما دخلش. مين ما دخلش؟ دكتورة جهاد ما دخلتيش، طيب، او ما دخلتش، انا طبعا مش عارف. طيب تمام، دكتور جهاد ودكتور صفا، طيب استاذنكم ما تدخلوش. انا في عندي مجموعه من الناس اوريدي دخلت، وانا عارف اللي دخلوا تقريبا الاثنين اربعه خمسه، في 10 دخلوا على اللينك، ماشي الحال. انا عرفت منين؟ شايفين حضراتكم الخمس رموز اللي موجودين فوق دول؟ انا بشاور عليهم اهو، شايفينهم؟ دكاترتنا شايفينهم؟ حلو قوي. انا واضح قدامي 5 رموز ومكتوب جنبهم بلس 5، يعني دي 5 رموز وخمسه، يعني في 10 دخلوا على الملف دلوقتي. حلو كده، خدوا بالكم من حاجه، انا كنت عامل الاكسس اني وان وذ ذا لينك، ماشي، كان اديت. تخيلوا انا جيت هنا كده ورحت عامل دي ريستريكتد، ماشي الحل. دلوقتي استاذن حضرتك دكتوره صفا ودكتور جهاد، استاذنكم حاولوا تدخلوا على الملف، هتلاقوه ان هو ما بيدخلش مباشر. امال بيعمل ايه؟ بيطلب من حضراتكم ريكويست اكسس، يعني بيطلب من حضراتكم ان انتوا تطلبوا، او بيقول لحضراتكم اطلبوا مني ان انتوا تدخلوا على الملف، يعني بتبعتوا لي زي ايميل كده جاهز من جوجل، مجرد بس بتدوسوا على زرار اسمه ريكويست اكسس، فجوجل بيبعت لي ايميل ويقول لي الدكتور جهاد او الدكتور جهاد والدكتور صفا عايزين يدخلوا على الملف ده، وبالتالي ممكن انا اقول لهم جرانت اكسس او ديكلاين للاكسس، ماشي الحل. انا هحول دي تاني لاي حد وذ ذا لينك. تمام يا دكتور جهاد، مظبوط فعلا الكلام اللي انا قلته، طلب من حضرتك اكسس. انا هحول دي لاني وان وذ ذا لينك، واستاذن دكتور جهاد دوس تاني على، او دوس تاني على اللينك، هتلاقي حضرتك تقدري تدخلي على الملف مباشر، مفيش مشكله، من غير ريكوست اكسس. يبقى انا كده لو فرض جدلا ان انا عملت شير للفايل ده لدكتور جهاد و طلب الاكسس مني وانا عملت له جرانت، وبعدين جه دكتور جهاد قام بعت اللينك مثلا، قام بعت اللينك للدكتور هاله،
وانا مش عايز حد تاني غير الدكتور جهاد اصلا يدخل على الملف. ماشي. فرحت عامل الريستريكت اكسس دي عشان لما تتبعت للدكتوره هاله تيجي الدكتوره هاله تدخل على الملف تلاقي نفسها مش عارفه تدخل، لازم تطلب مني انا ان انا اسمح لها تدخل. فبقيت عارف الملف ده بيتعمل له شير مع مين بالظبط او مين اللي بيدخل عليه. واصله الفكره دكاترتنا؟ تمام يا دكتور شادي، تمام يا دكتور نجم، زي الفل جدا. وصل وتعرف حضرتك مين اللي عمل شير لللينك ده يا دكتور جون، ولا ما تقدرش تعرف مين اللي لا عمل لا الشير؟ ما اقدرش اعرف مين اللي عمل الشير، بس اقدر اعرف مين اللي عايز يدخل، لكن ما اقدرش اعرف مين اللي عمل الشير. تمام كده. وهقول لحضرتك ليه، هقول لحضرتك ليه، بس يعني هي هتيجي لوحدها كسؤال في وسط الكلام اللي احنا هنتكلمه. المهم ان انا دلوقتي قدرت اعمل الشير لاكتر من حد يدخلوا في نفس الوقت. تعالوا بقى نشوف الميزه الحلوه نتيجه للدخول. ماشي. انا هكنسل عمليه الشير دي، هدوس او هدوس دون هنا كده وخلاص. شايفين حضراتكم دلوقتي الملف قدامنا صح؟ في قدامي ادي واحد اتنين تلاته اربعه، خلاص كده. استاذن حضراتكم الاربعه اللي دخلوا دول او الاربعه اللي ليهم علامات، خمسه، في خمسه كمان هنا واقف جنب الصوره، الخمسة اللي ليهم علامات على الملف دول يبتدوا يكتبوا دلوقتي. الخمسة يكتبوا مع بعض، يعني وليكن مثلا كل واحد يكتب اسمه. استأذنكم خدوا سطور مختلفة واكتبوا فيها. واصل لحضراتكم الفكرة؟ إنه أي عدد من الناس داخل على الملف في نفس الوقت يقدروا كلهم يعملوا إيديت في نفس الوقت لنفس الملف. يعني تعالوا نتخيل أنا والدكتور إبراهيم لما كنا بنكتب البيبر مع بعض، فبدل ما أنا أقعد أكتب حتة لوحدي وهو يكتب حتة لوحده، لا ده احنا الاثنين في نفس المكان وهو شايف العلامة بتاعتي وانا شايف العلامة بتاعته، فكل واحد فينا عارف هو بيكتب، عارف هو بيكتب فين والتاني بيكتب فين. مفهوم القصة؟ فممكن انا بقى واخد اول صفحة دي بكتب فيها ودكتور ابراهيم واخد تاني صفحة بيكتب فيها، واحنا الاثنين بنعمل ايديت للبيبر في نفس الوقت. خلاص خلصان القصة. مفهوم الفكرة يا دكاترتنا؟ مفهوم زي الفل. النقطة بس المهمة بالنسبة للعملية بتاعت الشير والناس اللي بتكتب أكتر من حد، لو جينا نبص على الرموز اللي فوق دي هتلاقيه قايل لي Anonymous Elephant، بعد كده Anonymous Chameleon، وبعد كده Anonymous Otter، و Anonymous Raccoon، و Anonymous Lemur. طب دول إيه؟ يعني ما قاليش دكتور ابراهيم اللي داخل ولا دكتور شادي ولا دكتوره صفا، ما قاليش الكلام ده، عمال يديني كلمات كلها انونيمس. السبب في كده انه انا ممكن اعمل الشير مع دكتور ابراهيم واعمل الشير مع دكتور شادي، ولكن دكتور شادي ما يعرفش دكتور ابراهيم ودكتور ابراهيم ما يعرفش دكتور شادي، فما ينفعش ان هما الاثنين البرايفسي بتاعتهم تتكشف لبعض. انا ممكن انا كجون عارفهم الاثنين لكن هما الاثنين ما يعرفوش بعض، فما ينفعش البرايفسي بتاعتهم تتكشف لبعض. علشان كده بيسيب الحته اللي هنا دي دايما بتبقى انونيمس، ما فيهاش اختيارات، يعني عشان ما حدش يسالني طب انا ازاي ممكن يخليهم يبانوا. لا ما فيش اختيارات، جوجل ما عندوش خيار وفقوس في البرايفسي بتاعت الناس. تمام كده. وبالتالي دي لازم تفضل انونيمس طول الوقت. وصل الفكرة يا دكاترتنا؟ هي انونيمس بينهم وبين بعض، انت ما حضرتك عارف كل واحد مين؟ لا برضو انونيمس ليا. هو انا عارف هم مين ساعة لما عملت لهم الشير، تمام، لكن انا مش عارف هم مين لانه ممكن اللينك دي تبقى اتشيرت لاكتر من حد تاني مش انا اللي باعت اللينك له.
يعني مثلا انا بعت اللينك لحضرتك، لكن حضرتك شيرت اللينك دي لخمسه سته تانيين، ما انا ما اعرفش الخمسه سته التانيين وهم داخلين على الملف، وبالتالي برضه هتبقى انونيموس لي. طيب انا هوقف كده، انا ما خلصتش الجوجل دوكس، بس انا هوقف كده علشان ادي الفرصه لحضراتكم اللي عايز يروح يصلي او كده. نرجع على ونص ولا كتير ولا شويه؟ حضراتكم اللي قولوا لي. ربع نعمل ريزيوم الريكوردينج. اوكي لا يا دكتورة حنان الغياب لسه ما اتخذش، لسه هبة هتدخل ان شاء الله في خلال دقيقتين ولا حاجة. نرجع تاني لموضوعنا، احنا كنا بنتكلم على الجوجل دوكس، واتكلمنا ان انا والدكتور ابراهيم كنا بنعمل بيبر مع بعض، وازاي انا حطيت له الصوره بداخل الملف من غير ما اضطر اعمل لها داونلود ولا ارجع اعمل الملف ابلود، وازاي عملت له شير مباشر بدون ما اضطر ان انا اعمل ابلود للملف، وازاي انا وهو لما كنا بنعدل في الملف ومعانا الدكتور محمد احنا الثلاثه كنا بنعدل في الملف، وبعدين كانت تقريبا معانا الدكتوره هاله كانت فيور، ومش فاكر مين كمان كان معانا هو المشرف بتاع البيبر، وعملنا رولز مختلفه ما بين الاديتور والكومنتر والفيور، وادينا فرصه لكل الناس ان هي تكتب في الفايل في نفس الوقت في اماكن مختلفه كده. يبقى احنا خلصنا الجزئيه بتاعت الشيرنج، ودي النقطه مهمه جدا جدا، بتدينا شويه انتجريشنز وفاسيليتيشن بيسهل علينا ان احنا نشتغل مع بعض. النقطه اللي بعد كده المهمه هي المنيو بتاعت فايل. انا عايز ابص معاكم على المنيو بتاعت فايل، احنا برضو مش هنبص في كل حاجه، انا يهمني بس ان انا احطكم على اول الطريق اللي يساعدكم في الاوبشنز، وحضراتكم تقدروا تكسبلور بعد كده. لما نفتح الاوبشنز بتاعت قائمه فايل هنلاقي فيها حاجه اسمها داونلود، فانا هقف على داونلود كده. اول اوبشن ظهر في الداونلود هو ايه؟ اول اوبشن في الداونلود مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد، معنى كده ان انا اقدر اخد الفايل بتاعي اللي كان في الجوجل دوكس انزله عندي على الجهاز كانه مايكروسوفت وورد وافتحه في الاوفيس العادي بتاعي، او لو انا اوريدي كان عندي مايكروسوفت وورد لو حطيته في الجوجل درايف بتاعي اقدر افتحه بالجوجل دوكس، فهي اللفه كده بقت مقفوله من دي لدي او من دي لدي. تمام دكتور لو سمحت ممكن تعيد الحته دي، البوينتر ما كانش ظاهر عندي ما مشفتوش. طيب قوي قوي يا دكتور، احنا بنتكلم على دلوقتي على قائمه فايل. لو فتحنا قائمة فايل هنلاقي فيها قائمة اسمها داونلود، ومن داونلود هنلاقي في حاجة اسمها مايكروسوفت وورد. فمعنى كده ان انا لو كنت شغال في ملف على جوجل دوكس اقدر اعمل له داونلود كأنه مايكروسوفت وورد واشتغل عليه في المايكروسوفت وورد عادي خالص. ولو انا بعد ما اشتغلت عليه في المايكروسوفت وورد عايز ارفعه واشتغل عليه في الجوجل دوكس تاني، فهقوم رفعه على جوجل درايف، وانا جوه جوجل درايف هدوس عليه دبل كليك هيقوم فاتح نفسه في الجوجل دوكس، فبقت العمليه زي سايكل مقفوله من جوجل دوكس لمايكروسوفت وورد او من مايكروسوفت لجوجل دوكس، مفيش مشكله. تمام كده يا دكتور ولا في مشاكل؟ تمام يا فندم. تمام. تاني اوبشن لو حضراتكم خدتوا بالكم هتلاقيه حاجه اسمها اوبن دوكيمنت فورمات، وده اللي بيرجعنا للنقطه الثانيه اللي اتكلمنا عليها النهارده بعد الباوربوينت، وهي كانت الاوبن اوفيس. طبعا الاوبن اوفيس بيقدر يعمل سيف دوت دي او سي اكس اللي هو زي مايكروسوفت وورد، بس الستاندرد بتاعه هو الاوبن دوكيمنت فورمات اللي هو الاو دي تي. فمن جوجل دوكس لاوبن اوفيس او من اوبن اوفيس لجوجل دوكس نفس الفكره بالظبط زي من جوجل دوكس لمايكروسوفت وورد. رابع اوبشن هنا وهو البي دي اف، ان انا اقدر انزل الفايل بتاعي ده كانه بي دي اف ماشي، فبقت العملية سهلة، كل الفورماتس موجودة عندي بـ one click. أنا شايف دكتورة نجوى بتقول لو سمحت يا دكتور أنا عايز أسجل بصوتي على فيديو نزلته من النت هيكون إزاي؟ طيب أساسا حضرتك يا دكتورة هنخلي دي يعني بعد لما نخلص الحتة بتاعت الجوجل دوكس وأقول لحضرتك عليها، مفيش مشكلة خالص. فكده ده الجزئية بتاعت الداونلود.
في اللي بعد كده ميك افيلبل اوف لاين. الاوبشن ده جامد. ايه بقى الاوبشن ده؟ طبعا معظم حضراتكم كان ممكن يبقى بيسال نفسه من اول لما ابتدينا السيشن، هو انا عشان اشتغل على ملف وورد لازم ابقى واصل على النت عشان اشتغل عليه؟ في الحقيقه في الوضع العادي اه، لكن لو حضرتك عملت كليك على ميك افيلبل اوف لاين اللي هيحصل انه الفايل ده هيبقى افيلبل اوف لاين. يعني ايه افيلبل اوف لاين؟ هو مش هينزل عندي على الجهاز لكن هيبقى افيلبل اوف لاين. يعني ايه؟ يعني انا هفترض ان انا النت مش واصل عندي، وبعدين قمت جاي فاتح الانترنت اكسبلورر وقمت فاتح الجوجل كروم بتاعي وكتبت docs.google.com ودوست انتر، هيقوم رايح على docs.google.com، بس الفيرجن بتاع docs.google.com اللي هو راح عليه ده مش اللي موجود على النت، ده فيرجن موجود عندي على الجهاز في حته مستخبيه، وهلاقي جوه docs.google.com الملف بتاعي اللي كان اسمه UTE-102 اللي هو فوق ده، اللي هو اسم الملف اللي انا شغاله اصلا، وهقدر افتحه واعمل فيه ايديت واشتغل فيه وانا مش واصل على النت. ما هو افيلبل اوف لاين. بس اللي هيحصل بقى ان كل التعديلات اللي انا هعملها بعد ميك افيلبل اوف لاين، بمجرد ما اخش اونلاين تاني كل التعديلات دي هتسمع في الفيرجن اللي موجود اونلاين. وصلت الفكره دكاترتنا؟ بس هي ان اكتف يا دكتور، يعني ميك افيلبل اوف لاين دي ان هي ان اكتف عند حضرتك بس هي اكتف ليا. اه ايه الفرق بقى؟ عشان الفايل اللي انا شغال فيه ده بتاعي تمام، انا بس اللي عامله ميك افيلبل اوف لاين. اتفضل. على فايل خالص انا اللي عملته، انا عملته مع حضرتك على فايل عند حضرتك. انا عملت واحد دوك جوجل. تستخدم براوزر اسمه ايه؟ جوجل كروم. جوجل كروم. وميك افيلبل اوف لاين مش موجوده عند حضرتك؟ موجوده بس ان اكتف، يعني لما دوست عليها ما دفش، ما طلعش جنبها علامه الصح زي ما عندي كده. وتحت ايميل از اتاتشمنت وفيجن هيستوري اللي تحتها، وهي هل لازم مثلا اختار الدوك مثلا او مش عارف يعني. هو حضرتك سيفت الملف اصلا الاول ولا لسه؟ يعني عملت له اسم وسيف ولا لسه؟ عملت له اسم وسيفته. عملت له اسم فوق خالص يعني كده وسيفته؟ طيب استاذن حضرتك بعد لما نخلص انا سايب الميل بتاعي في الشات تمام؟ حضرتك بس تواصل معايا وانا هدخل معاك اونلاين ونحل المشكله. هو حتى انا دخلت فيه علامه كده جنب الاسم زي السحابه ضغطت عليها قال لي this document is not ready for offline use. not ready for offline use يبقى في حاجه معينه ما اتعملتش كامله، يعني يا اما مش متسيف اونلاين، يا اما حضرتك مثلا مع الجوجل درايف بتاعك في مشكله، او مش ما عندكش جوجل درايف او متسيف على جوجل درايف بس ما سجلش، ما سيفش على الجهاز. ماشي، هو مش لازم يتسيف على الجهاز، هو بيبقى ميك افيلبل اوف لاين، هو اصلا يعني بيبقى متسيف على الجوجل درايف وبتسيف منه نسخه على الجهاز. هحلها مع حضرتك، هدخل مع حضرتك اونلاين وادخل على جهاز حضرتك واعملها لك، مفيش مشكله خالص. يعني بعد لما نخلص حضرتك بس ابعت لي ايميل وانا اقول لحضرتك هدخل معاك اونلاين ازاي. بعد الميك افيلبل اوف لاين زي ما حضراتكم شايفين كده بقى عليها علامه صح، معنى كده ان انا ممكن لو انا فاصل النت اقدر ادخل عليها واشتغل. لو حصل زي ما حصل مع دكتورنا العزيز دلوقتي ان هو داس على ميك افيلبل اونلاين اوف لاين وهي فيها مشكله، يبقى في حاجه من السيتنجز او الاوبشنز فيها مشكله. ماشي، فلازم تتراجع الاول علشان نشوف ايه المشكله اللي مخلياها ما ينفعش يبقى ميك افيلبل اوف لاين. ماشي، دي نقطه. النقطه اللي بعد كده اللي هي فيرجن هيستوري. تعالوا نفتكر السيناريو بتاعي انا ودكتور ابراهيم لما احنا الاثنين كنا بنشتغل مع بعض وكان معانا حد من المشرفين. فالطبيعي انا ودكتور ابراهيم عمالين بنعمل البيبر، وبعدين مثلا هنفترض ان الدكتوره صفا هي المشرف، فخدنا البيبر ورحنا للدكتوره صفا، فالدكتوره صفا قالت لنا بعد ما كنا كتبنا احنا الاثنين مثلا خمس ست صفحات، راحت الدكتوره صفا قالت لنا ايه؟ الثلاث صفحات دي انا مش عايزاهم. فرجعنا احنا الاثنين كتبنا خمس ست صفحات كمان على السته اللي كنا كاتبينها كده، يبقى 12، هي شالت منهم ثلاثه، يبقى عندنا تسع صفحات. خدنا التسع صفحات ورحنا لها ثاني، قامت شايله لنا منهم ثلاثه كمان. ورحنا جينا ثلاث اربع مرات، وبعدين بعد ما كتبنا مثلا بتاع 20 25 صفحه كده وبقينا في فيرجن 317،
فجات الدكتوره صفا قالت لنا ايه، بصوا بقى الثلاث صفحات اللي انتوا كنتوا كاتبينهم في الاول خالص اللي احنا مسحناهم دول احنا محتاجينهم، هتحطوهم في الحته الفلانيه. اظن ده بيحصل دايما مع الصوره مش بتغير لان انا ما بحركش الماوس يا دكتوره شيماء. طبعا ده بيحصل مع ناس كتير مننا، انه يبقى يا اما المشرف يشيل حاجات ويرجع يرجعها، يا اما هو وهو بيشتغل بعد ما يكتب شويه حاجات يرجع ان هو عايز يجيب الحاجات القديمه اللي كان مسحها. ففي في حاجه اتنين بتحصل معانا في الوضع الطبيعي. الحاجه الاولانيه انه احنا بنبقى منظمين جدا، وكل حاجه بنعملها او كل فيرجن الدكتور بيطلبه بنقوم كاتبين عليه فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3 فيرجن 325 ماشي وهكذا. يا اما الدنيا بتبقى بايظه زي حالاتي كده وما بعرفش اجيب الفيرجنز اللي انا كتبتها عشان انا بكتب كله في بعضه. فاللي زي حالاتي حله الوحيد مع جوجل دوكس، ان هو جوجل دوكس اوريدي بيحط لي فيرجن هيستوري. يعني احنا شغالين على الفايل ده مثلا بقالنا يعني حوالي من 4 45 اشتغلنا عليه لحد الساعه 5 و5 شويه، وبعد كده وقفنا ورجعنا اشتغلنا لحد 5 5 39 تقريبا، ماشي يعني من حوالي 3 دقائق. ف هو اوتوماتيك سيف 3 فيرجنز تمام، من غير ما انا اعمل سيف لاي حاجه، انا عملت سيف للملف مره واحده، هو اوتوماتيك سيف 3 فيرجن. فلو انا اشتغلت على الملف ده لمده اسبوع ولا 10 ايام هلاقي مجموعه كبيره من الفيرجنز موجوده عندي هنا. ولو انا بقى عايز اي فيرجن فيهم مجرد ادوس عليه كليك هو بيجيب لي الايه الفيرجن اللي كان موجود قبل كده. طبعا عشان احنا اتكلمنا حاجه بسيطه فالفروقات نفسها كلام بسيط ماشي الحال. يعني تلاحظوا هنا في ام او زياده عن الفيرجن اللي كان موجود هنا، ما فيش فيه الام او اللي موجوده تحت، حسب كل واحد كان كتب ايه في الفيرجن اللي معاه. تمام تمام يا هبه، ما هناخد الغياب دلوقتي ما فيش مشكله. فهي دي الفيرجن هيستوري اللي بنبقى محتاجينها يعني علشان نحافظ على الفيرجنز بتاعتنا. خليكي معايا يا هبه دقيقه واحده. حضرتك وبكده انا تقريبا ابقى خلصت شويه الاوبشنز اللي موجوده في القائمه بتاعه فايل. هيفضل عندنا اوبشن واحد مهم جدا هنتكلم عليه بعد ما هبه تاخد الغياب. اتفضلي. نرجع نعمل شير تاني عشان نخلص الجزء اللي كنا بنتكلم فيه علشان ما نطولش في الجزئيه دي وما نطولش على حضراتكم. حضراتكم سامعيني وشايفين البرزنتيشن ولا لا؟ شايفين يا دكتور جون مع حضرتك. زي الفل. احنا الجزئيه اللي قبل الغياب اتكلمنا على المنيو بتاعت قائمه المنيو بتاعت فايل وشويه الاوبشنز اللي فيها. اهم حاجة بقى بصراحة انا عايز اقولها لكم في الجوجل دوكس هي الستور بتاع الجوجل دوكس. يعني ايه الستور؟ حضراتكم كلكم معاكم اللي معاه ابل واللي معاه اندرويد، واي تطبيق بتحتاجوه زيادة او اي ابليكيشن بتحتاجوها زيادة يا اما بتدخلوا على الاب ستور في الابل يا اما بتدخلوا على البلاي ستور او المتجر يعني في الاندرويد وبتنزلوا التطبيق اللي انتوا عايزينه. عايزين تفتحوا بقى ملف وورد، عايزين تعملوا برنامج لتصوير كاميرا زي السكانر، مش عارف ايه، اي برنامج محتاجينه، لعبة، اي حاجة بتحملوها من على الستور. الميزة الجامدة جدا بالنسبة للجوجل دوكس وهي الميزه دي يعني مش موجوده يعني سلسه قوي في المايكروسوفت وورد ولكن موجوده بنسبه ما يعني، ولكن الميزه المهمه دي موجوده في الجوجل دوكس هي انه جوجل دوكس ليها ستور زيها زي الستور بتاع البلاي ستور او الاب ستور ولكنه خاص بالدوكس نفسها. طيب نجيب الستور ده منين؟ عندنا منيو اسمها اد اونز، هندوس على المنيو بتاعت اد اونز وبعدين ندوس على جيت اد اونز. هنلاقيه يفتح قدامنا لسته طويله ممكن ما نعرفش نجيب اخرها من الاد اونز اللي انا ممكن استخدمها مع الجوجل دوكس، ودي طبعا من الحاجات اللي هي الظريفه. فكمثال يعني انا ممكن اعمل مثلا الامتحان بتاعي على جوجل دوك وبعدين اقوم احوله لجوجل فورم، فتقوم الطلبه تخش تحل الامتحان دايركت ماشي الحل باستخدام الدوك تو فورم كونفرتر.
او ممكن انا عايز اكتب بيبر، فوانا بكتب البيبر بتاعتي عايز اضيف المراجع بتاعتي بسهوله، فحاطط الاد اونز بتاعت الايزي باب، ودي الحاجه اللي انا هكلمكم عليها النهارده بداخل الجوجل دوكس. حتى تلاحظوا انه الاد اون دي معناها انها انستولد، يعني غير الباقيين اللي معاها في نفس السطر دول ما هماش انستولد، لكن دي انستولد. او مثلا عايز ايزي اكسنت، فانا وليكن بحب اكتب مثلا بالبريتش انجلش، فلما باجي اكتب كلمه behavior مثلا فانا قمت كاتبها OR اللي هو المفروض American English، فيقوم هو اوتوماتيك يقوم مصلحها لي ويعملها لي OUR، او العكس انا عايز مثلا American English وانا بكتب بالبريتش انجلش فيقوم هو مصلحها لي، بحيث الكلمات بالاكسنت تفضل كلها يونيفورم على مستوى الدوكيمنت كله. يعني ايه يونيفورم؟ يعني يا كله بريتش اكسنت يا كله American accent، مش حبه كده وحبه كده. فدي بعض الحاجات، يعني في شويه كتير هنا ممكن ايه حضراتكم تبقوا تبصوا عليها حسب احتياجكم. والله في حد بيحب يكتب معادلات رياضيه هيلاقي الماس تايب وهكذا، في ترانسليتور، في حاجات كتيره جدا. حد انا بحب مثلا الاي او دي هتلاقيها انستولد، ده لو احب اعمل فلوت شارتس او احب اعمل رسومات بداخل الملف الدوكيمنت بتاعي برضو ممكن اعملها بالدرو دوت اي او. يعني وليكن مثلا اعمل جرافيكال ابستراكت مثلا ممكن استخدم الدرو اي او، هو طبعا مش يعني ما يدينيش جرافيكس بالصوره ال 100% يعني لو عايز اعمل حاجه الوان وبتاع، لكن هو شغال يعني هو مينلي فلو تشارتس. فنرجع لموضوعنا بتاع الايزي باب ده، وانا اعمل له انستول. فانا كده دخلت على المتجر جبت الابلكيشن نزلتها على الجوجل دوكس. طب انا نزلتها على جوجل دوكس استخدمها منين؟ هرجع تاني للمنيو بتاعت الاد اونز، بس المره دي بدل ما هدوس على جيت اد اونز هلاقي كل الحاجات اللي انا عايزها، الاد اونز اللي انا عملت لها سيت اب هي اوريدي موجوده قدامي في الليستة اللي فوق دي. وادي الايزي باب بيبلوجرافي كرييتر، هدوس عليها وبعدين هتفتح لي منيو تاني اسمها مانج بيبلوجرافي، هدوس على مانج بيبلوجرافي، فتح لي في الجنب المنيو بتاعت مانج بيبلوجرافي دي كده. وفي المنيو دي هفترض ان انا عندي بوك وارتكل، جورنال ارتكل وويب سايت. لو انا في البوك لو دخلت الاي اس بي ان بتاعه ممكن يجيبه لي على طول، او اعمل سيرش. طبعا لما بعمل سيرش هنا يعمل لي سيرش في الحته اللي هو بيستخدمها علشان. لو عندي جورنال ممكن اكتب الدي او اي بتاعها اللي هو الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، او التايتل، او اي كي وورد خاصه بالجورنال دي. فانا هفترض ان انا هستخدم يوزنج تكنولوجي in education ودي as a keyword، واعمل سيرش فطلع لي شويه نتائج. ماشي، عجبتني النتيجه بتاعه 2012 دي، هي دي اللي انا عايز استخدمها. مش فاهم هي بتاعه ايه، as development of green technology education program، هو ده المرجع اللي انا عايز استخدمه او اللي انا كنت بدور عليه. ادوس عليه select وادوس add bibliography to doc. حضراتكم خدتوا بالكم ورك سايتد، وقام حاطط لي البيبر، ويمكن كان باد تشويس، هختار واحد تاني علشان الاسم بس اللي مكتوب بالصيني ده. طبعا اول واحد اقول له اد تو دوك، بقى عندي هما مرجعين موجودين. فانا بكليكايه دخلت المرجع اللي انا عايزه. تعالوا نرجع لموضوعنا، انه انا والدكتور ابراهيم كنا بنعمل بيبر، الحمد لله ربنا كرمنا مع الدكتوره صفاء ورجعت لنا البيبر وقالت لنا خلاص كده كله تمام، تقدروا تعملوا لها دلوقتي سبمشن. فاحنا عاملين سبمشن في احد المجلات العلميه، وقعدت البيبر في المجله العلميه دي مثلا شهرين ثلاثه، وبعد ما قعدت هناك شهرين ثلاثه رجعوا قالوا لنا والله احنا اسفين جدا بصراحه البيبر بتاعتكم يعني التوبيك بتاعها مش هو ده اللي احنا انترستد فيه، يعني عملوا لنا ريجكشن بشياكه. فرحت انا والدكتور ابراهيم قعدنا ندور على مجلات تانية، وقمنا واخدين البيبر دي وعايزين نحطها في مجله تانية. واحنا جايين ناخدها من المجله الاولانيه نحطها في المجله التانية، طلع للاسف ان الفورمات بتاع المراجع ما بين المجله الاولانيه والمجله التانية مختلف. يعني واحده بتحب مثلا ان هي تستخدم هارفارد مثلا ريفرنس ستايل، والتانية بتحب تستخدم اللي هي وليكن اي تريبل اي ستايل او سيفير ستايل او اي حاجه. ماشي، واحده بتحب مثلا بالتاريخ والسنه او الاسم الاول بالكامل وبعدين الاسم الاخير،
واحده تانية بتحب مثلا لا الاسم الاول يبقى الحرف الاول منه وجنبه نقطه وبعدين الاسم الاخير، او مجله ثالثه خالص بتحب الاسم الاخير يجي في الاول وبعدين الاسم الاول هو اللي يجي بعد الاسم الاخير. يعني حضراتكم عارفين الاختلافات بتاعت السيتيشنز دي، مظبوط ولا انا غلطان؟ تمام جدا. طيب دلوقتي انا لو ما كنتش بعرف مانج المراجع بتاعتي من جوه ملف الوورد بتاعي بشكل ما، او ما كنتش استخدمت الاند نوت مثلا علشان اقدر اتحكم في الستايل بتاع المراجع، وهقول لكم ايه الغلطه اللي احنا كلنا بنعملها في الاند نوت، ولكن لو ما كنتش استخدمت الاند نوت علشان اتحكم في الستايل بتاع المراجع فانا هتعب جدا عشان اقعد اغير الستايل ده علشان يناسب المجله الثانيه. مش مطالبه حالا. طيب بس خلاص حضرتك يا دكتور اللي هو فاتح الفويس يا 15 و16 فاكر كويس. انا عملت ميوت اول تاني. بالنسبه للستايل انا عايز اغير بقى من ستايل لستايل. لو حضراتكم خدتوا بالكم هتلاقوا في عندي هنا هو اصلا مستخدم ام ال اي ستايل، فاحنا كمهندسين مثلا بنستخدم ستايل من الحاجات اسمها اي تريبل اي، احد الاورجنايزيشنز اللي احنا كمهندسين بنستخدمها. فانا هغير ل اي تريبل اي نتورك، يبقى هو كان معمول بالام ال اي وانا هغير الستايل، كنت حاطه في حته وعايز افتح احطه في حته ثانيه ماشي. فانا كده حاطط الاي تريبل اي. انا عايز بس حضراتكم تاخدوا بالكم، انا اول بيبلوجرافي تو دوك حضراتكم شوفوا الستايل بتاع الكتابه اللي هنا نفسه ده هتلاقوه اتغير، هو اوتوماتيك اما غير كل الريفرنسز اللي كانت عندي بالستايل الجديد. وصلت؟ يبقى انا بوان كليك قدرت اغير الستايل بتاع المراجع بتاعي بدون اي مشاكل. مفهومه القصه دي ولا لا؟ ممكن لو تكرمت يا دكتور مره ثانيه، بس انا كنت بشحن اللابتوب بتاعي لو تكرمت. قوي قوي يا دكتور محمد، حاضر. خلينا نعتبر ان احنا دلوقتي حاطين المراجع دي في بيبر او في مجله تابعه للاي تريبل اي، وعايزين نغير دي من الاي تريبل اي نوديها لستايل تاني او نوديها لمجله تانيه. فالحته بتاعت الستايل اللي هنا دي هدوس عليها وهشيل دي احطها مثلا ام ال اي مودرن لانجوج اسوسيشن 8th اديشن، اخترتها وبعدين هدوس على اد بيبلوجرافي تو دوك. ده دكتور محمد بص على البيبلوغرافي، اول لما انا ادوس على الزرار اللي لونه احمر ده هيحصل فيها ايه؟ اوتوماتيك اتغيرت وخدت الستايل الجديد ماشي. يبقى انا اقدر اغير الستايل بتاع المراجع بتاعتي وانا شغال في جوجل دوكس بوان كليك ماشي كده. ده دكاترتنا الملحوظه اللي ممكن بس لو الستايل مش موجود في الليسته نفسها. لا هما يعني طب حضرتك قول لي الستايل ونجرب مع بعض لو في ستايل قدام حضرتك مثلا. في احنا عندنا الجورنال اوف اندودونتكس هو ليه ستايل لوحده بيبقى في على الاند نوت اسمه جي او اي ستايل. جي او اي او جورنال اوف اندودونتكس. في جي او ام بس ما فيش جي او اي. طيب نو ستايلز فاوند ذات ماتش يور سيرش جورنال اوف also endodontic endo? Yes endodontics موجود يا دكتور موجود. اوكي تمام شكرا. و غير الستايل حط لك بالجورنال اوف اندودونتكس. اظن things are proving themselves ماشي. يعني احنا معظم الحاجات هي اوتوماتيك بتسمع في الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني دلوقتي دكتورنا العزيز سأل على Journal of Endodontics فأنا جربت J-O-E وما جاتش، فروحت كاتب اسم الجورنال بالكامل فقامت طالعة مسمعها على طول طلع بالستايل اللي عندنا. فالعملية سهلة وبسيطة فيش فيها أي مشكلة. اللي ممكن يظهر عند بعض من حضراتكم لو حتى حد بيستخدم الاند نوت اللي ممكن يبقى استخدام الايزي باب واستخدام الجوجل دوكس احسن منه، هو انه في الاند نوت احيانا بعضنا بنجيب المراجع كوبي بيست من حته على النت ونقوم مدخلينها جوه الاند نوت تمام. فواحنا بندخلها جوه الاند نوت جدلا
لو كان الاسم الاول جاي من من الموقع اللي احنا خدنا منه الكوبي عباره عن حرف الاول وجنبه نقطه مش الاسم كامل، فاحنا خدناه بغلط وكده حطيناه جوه الاند نوت. وبالتالي لو انا عايز اغير الستايل مراجع تاني يكون فيه الاسم مكتوب في الكامل، الاند نوت مش هينجم ماشي، وبالتالي هيقوم كاتب لي برغم ان انا غيرت الستايل ان هو لازم الاسم الاول يبقى مكتوب بالكامل، الا ان هو هيكتب لي الحرف وجنبه نقطه لانه الاسم بالكامل مش موجود عنده. تمام. الميزه في ان انا بجيب الحاجات دي اونلاين ان انا ما بعملش كوبي من حته معينه، هو بيكستراكت الانفورميشن بالكامل بالشكل المظبوط وبناء على الستايل اللي انا مختاره يقوم مسمعها في الملف. واصله الحته دي يا دكاترتنا ولا مش باينه؟ واضحه زي الفل يا دكتور شادي. انا بكده ابقى خلصت اللي انا عايز اقوله بالنسبه للجزء بتاع الجوجل دوكس. عايز اقول لكم على اوبشن واحد بس في الجوجل شيتس والجوجل سلايدز، هو نفس الاوبشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه هنا في الاد اونز. ماشي الحل؟ حاضر يا دكتور محمد درويش، هرد على حضرتك حالا. هو نفس الاوبشن بتاع الجوجل دوكس اللي هو بتاع الاد اونز، ولكن مع الفارق. يعني ايه مع الفارق؟ انا البرزنتيشن اللي انا عاملها لحضراتكم اللي احنا بنتكلم منها دي اصلا هي معموله بداخل الجوجل سلايدز. ماشي كده؟ يعني انا ما صممتهاش على مايكروسوفت باوربوينت، انا عاملها جوه الجوجل سلايدز. وبداخل الجوجل سلايدز هلاقي في اد اونز برضو، بس اخد بالي بقى ان الستور بتاع الجوجل سلايدز او الستور بتاع الجوجل شيتس اللي هي الاكسل يعني كل واحد فيهم مختلف عن الستور بتاع الجوجل دوكس. يعني الاد اونز اللي موجوده هنا مختلفه عن الاد اونز اللي موجوده هنا، والسبب في كده كل واحده من الحاجات دي ليها مهمه مختلفه. يعني الوورد ليه مهمه مختلفه عن الباوربوينت، اللي الاثنين ليهم مهمه مختلفه عن الاكسل، وبالتالي الاد اونز بتاعت كل واحده هتبقى مختلفه عن التانيه. ماشي كده؟ هي دي الحاجه المهمه اللي انا كنت عايز اقولها لحضراتكم ما بين الدوكس والشيتس والسلايدز، ولكن الاستخدام اولموست سهل جدا زي اي حاجه. وانا في الجوجل سلايدز اهو، عايز اعمل شير للسلايدز بتاعتي هعمل لها شير على طول، عايز اعمل البرزنتيشن هدوس بريزنت هتفتح لي السلايد واعمل البرزنتيشن زي بعمل اي برزنتيشن عاديه خالص. ماشي الحل؟ كده بقى خلصت الحته بتاعت الجوجل دوكس.